بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير يا جماعة، يعطيكم ألف عافية وكل عام وانتم بخير. مناسبة العام الجديد، وكثيرين منكم يمكن من الموسم اللي طاف ما حصلنا الفرصة نشوف بعض مرة ثانية. الحلو في الموضوع ان اليوم محاضرتنا مع الدكتور علي حسين. دكتور علي حسين غني عن التعريف، محاضرته راح تكون عن العلم والدين في الحضارة الغربية. ما نبي نطول في المقدمة. دكتور علي حياك الله وتفضل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. موضوع العلم والدين في الحضارة الغربية، حقيقة أنا هم معايش الشيء هذا، بمعنى أني قاعد أعيش المقارنات والأشياء هذه، وهم عندي شوية اطلاع لا بأس فيه. وخلنا نكون ننصر الناس، واحد يرفع لهم التحية، الذين قاموا بهالثورة العلمية فيها الحضارة هذه. طبعا كل إنسان يبي ينتقد أو يمدح شيء لازم يكون موضوعي، لا تأخذ العاطفة في ضد أو معه. والحضارة هذه لها إنجازاتها، أفادت البشرية بصراحة حق يقال هذا، وغيرت في خلال هالأربعمائة سنة هذه من عمر الحضارة هذه، غيرت من حياة الإنسان تغيير كامل شامل، والفضل بالنهاية بآخر المطاف يرجع إلى هذا العلم. يعني هذه هي الميزة في الحضارة هذه، أن بنيت على أساس علمي، لكن هذا العلم أخذ مشوار طويل يلا يوصل إلى هذا الوضع، في صراع، في شد، في جذب، ناس راحوا ضحايا، علماء قتلوا وحرقوا، مقابل الطرف الثاني اللي كان مسيطر. مع الأسف اللي كان مسيطر كان مسيطر باسم الدين، فوقع الصراع بين منه ومنه، كان طرف منه دين وطرف منه علم. ولو واحد يدقق أكثر ما كان دين، كانت كنيسة، وهذه هي المشكلة الآن في التعريف، والتعريف يودينا إلى دقائق أكثر. لما تقول الدين والعلم، أنت خليت جميع الأديان ضد جميع العلم، هذا ما في إنصاف. لكن لو قلت والله في حقبة معينة، في فترة معينة كانت هنا سلطة كنسية وقفت ضد الدين، أكون في هالحالة هذه أكون أنا أدق علميا. لذلك أنا راح أمر من خلال هذا ونشوف شنو صار خلال الفترة هذه. احنا قلنا عمر الحضارة تقريبا 400 سنة مو أكثر، لكن جذور المشكلة وين ترجع؟ في الطبيعة البشرية. يعني ما لها علاقة بس إنه والله كنيسة وقفت ضد العلم، ضد العلم نعم، لا، في أمور ثانية تصير. مثلا أصل الحضارة هذه منهم حضارة يونانية، ترجع إلى جذور اليونان. في اليونان في تلك السنوات، قول 500 400 300 قبل الميلاد، أيضا هم طلعوا ناس يشوفون ظاهرة معينة. الآن صار البرق، مثلا صار برق، الحين شو تفسر هذا؟ تجي أوهام الناس تقول أكو إله للبرق، خلق مشكلة الحين هذا. الثاني يقول لا ماكو إله للبرق. صار شنو؟ صار وجهتين نظر اختلفوا. طيب ايش الاختلاف؟ بسيطة يعني، موجودة في البشر. يصير زلزال، اكو إله للزلزال. يكون موج في البحر، اكو إله للبحر. وانت رايح من هالتصانيف وهالأساطير وهالتخيلات وهذا، البشرية تمر بهالمراحل، وبعدين الناس تقعد، اكو ناس يطلعون فلاسفة، وطلعوا في اليونان فلاسفة في فترة حوالي 200-300 سنة، ناس نشطاء وضعوا أسس، قالوا لا أكو أمور عقلية. مثلا كانوا يقولون أن الكوكب أو هذا الآلهة تحركه. الحين تعال فسر الآلهة تحركه بأي مضمون؟ هذاك يقول لا، شوف الرأي الآخر، لا هذا مسار طبيعي للكوكب، لا في آلهة ولا مهتم. صار وجهتين نظرة ثانية. أنا الحين من هالمقدمة هذه أروح إلى أوروبا. طبعا اوروبا اتكلم عنها الان، في صوروا انت الحين سنه 2000 سنه 200 1300 في هالوقت، سيطره تامه بالكنيسه على تفكير الناس، تصرفات الناس، سلوك الناس، كلها اكو هيمنه كبيره من الكنيسه على هالامه هذه، وسلطه واحده ماكو احد يعارض.
ولا حيتكلم من ملك إلى أي واحد يكون. فيطلع قرار غريب شنو؟ طبعا هذا قبل قبل 200 هذه في عصور وسطى كله، يقول على جميع القساوسة والرهبان ورجال الدين المسيحي أن يحذروا الشعوب المؤمنة بأن فنون السحر والتعاويذ لا تستطيع شفاء أي مرض ولا علاج لأي حيوان أو مريض، والمراهم والنباتات هذه كلها مو صحيحة ولا فائدة منها لأنها كلها على عيب الشيطان. الحين دخلنا شنو؟ دخلنا مسألة أن أنا عندي مرهم يعالج، لا هذا ما يعالج، لازم تستغفر وتعبد. دخلنا في شنو الحين؟ دخل صار الحين صار وجهتين نظر. بالمقابل يجيك واحد من كثر ما يصير إما تطرفا ضد الكنيسة أو تفكيره الخاص يبدأ يفسر إن شلون الدين صار، يبدأ يقول الدين، يعني يأخذ تصوره يقول الدين أصلا هو تأليف البشر من نفسهم، سووا شافوا شيء خافون منه قالوا إله حق هالشيء هذا، شافوا شيء هذا خافوا منه قالوا إله حق، إله بحر إله نهر إله إله إله، لأنه خايف. فمع الأيام لما ما يخاف، يعني إذا ماكو معناها الأشياء هذه معناها الدين انتهى. في تصور التعريف الديني في مقابل هذا، شوف أنا لقيت تعريف حق واحد اسمه نضال، دكتور نضال وصديقي، هو من الناس اللي عندهم كتابات حلوة لأنه هو منه، فأنا أنقله مثل ما هو قال. الدين منظومة تقدم لنا تفسيرا للوجود. حقيقة هاي نقطة عجبتني، أكو تفسير للطبيعة، أكو تفسير للوجود. الطبيعة تقدر تبحث فيها بالعلوم إلى أقصى حد. المشكلة متى تصير؟ لما تعتقد أن الطبيعة هو الوجود كله. لما تقول طبيعة هي الوجود، هني يختلفوا. واحد يقول لا، ماكو إلا الطبيعة. واحد يقول الوجود أشمل من الطبيعة. أيضا صار خلاف. بذور الصراع بدأ قلنا من التفكيرين المختلفين هذولي، والأساطير اللي قدمت، والعقل الفلسفي اللي جابه. كيف يبدأ الصراع؟ شلون يبدأ الصراع؟ نظرة علمية تقول هذا الكون أصلاً ما له غاية ولا هدف، أنت عيش مثل ما هو، وهذا الموجود وعرفه وتعامل معه. هاي النظرة شنو؟ نظرة علمية محضة. النظرة الثانية، لا الكون هذا له غاية، إحنا ما يانا عبث، لازم في شيء وراء هذا الكون. هذا يتكلم بين قوسين من غير دليل علمي، اللي قاعد يتكلم بالأمور هذه، لأنه قاعد يتكلم في مجال لا تستطيع العلوم أن تثبته أو تنفيه. لذلك حميد الصراع مرة ثانية، جذور الصراع ردت إلى هذا، إن شلون نفكر شلون ننظر. خرد إلى شنو أسباب سيطرة الكنيسة على الناس، يعني من وين هي مشكلة البشر قديما خاصة وللحين موجودة في مجتمعاتنا، أن إذا شافوا واحد صار عالم قالوا ها هذا فلته، كل ما يقول صح ولا يناقض. وأرسطو ما في شك عبقرية، ما عندنا شك في هذا، وطلع في ذاك الزمان وتكلم تقريبا في كل شيء، في كل شيء تكلم. حين أضيفت له أمور أو شيء الله أعلم، لكن حسب الوارد نتكلم بالمسرح، بالسياسة، بالفلسفة، بعلم الحيوان، بس بكل شيء نتكلم. لبن يقولون قال أرسطو، معناها ماكو قول بعد خلاص. لذلك قبل أرسطو كان في خلاف هل الأرض مركز أو لا، ترى هذه المسألة ممتوة في ذاك الزمان. أرسطو كان سقراط، كان لا مو سقراط، قبل أرسطو لا، فيثاغورس، جماعة الفيثاغوريين كانوا يقولون إن الأرض مو مركز، وهذا قبل أرسطو وقبل سقراط فترة طويلة، كانوا معهم مختلفين. لما وصل في عهد سقراط عهد أرسطو قالوا الآن شنو تقول أنت؟ أنت شنو رأيك؟ إيه أو لا؟ يعني أي موقف تتخذ أنت؟ قال لا، أرض مركز. قال الأرض مركز خلص حسمت المسألة.
2000 سنة وقفت الطريقة هذه. جت إلى الكنيسة، إيش كثر الفرق بين هذا وهذا الكنيسة؟ 800-700 سنة. لكن دخلت فلسفة أرسطو باسم علم اللاهوت، دخل علم اللاهوت في المسألة، صار كأن الآن يعني شوف شلون تركيبة الرأي الكنسي زائد بقايا من الإنجيل التوراة التفكير وأرسطو، طلعت كتيبة أن الأرض مركز. أدلة أرسطو لها أدلة بروحها، لكن ما تي أدلة هني، الأدلة هني غير. ليش مركز؟ أحد الأسباب أن سيدنا عيسى هني دخل فيها دين، تعال عارض أنت تصير كفر. وهذه هي بداية الثورة، يسمونها ثورة علمية، ثورة كوبرنيكس. متى؟ آخر يوم اللي مات فيه كتابه 1543، طلع الكتاب هذا. طبعا ما تجرأ أن يصدر هذا الكتاب في ذاك الوقت، الكتاب طبع وسريا انباع مثل ما ينباع الكتب في بعض الدول للحين طريقة سرية، لأن يخافون إلى آخره، نفس الطريقة. الكتاب يقول عكس الكنيسة، عكس الكنيسة معناها هرطقة، معناها قتل، معناها حرق، معناها أنت خرجت عن هذا. فإذا بدأ الصراع يصير بين العلم والدين بكل وضوح الآن، علم ودين صراع. أنت ها أنت مؤيد كوبرنيكس، معناها أنت من المنحرفين، أنت لا مع الكنيسة، خلاص انتهت الصورة، بقت على هذه. فإذا منها يعتبرون بعض المؤرخين أنه هو بدأ بين الفصل بين العلم والدين، لأن كانت العلوم قبل بالسابق كلها تأخذ من الكنيسة، بعد ماكو شيء اسمه علم ودين في ذاك الوقت. هذا يأخذ إلى أن يا جاليليو، جاليليو صارت ثورة في وقته وآثارها موجودة إلى الآن. وهو شنو؟ أول مرة يستخدم التلسكوب لرؤية السماء. إلى سنة 1609، لاحظوا البشرية إلى 1609 كل اعتمادهم على الفلك شنو؟ على عينهم، ماكو شيء. لما تي سنة 1609 وتستخدم التلسكوب راح تشوف أشياء ما كنت تشوفها بعينك. فمن الأشياء اللي شافها أن في مشتري وفي حوالي 4 أقمار دورة يدورون. قال إذن معنى هذا أن كلام الكنيسة غلط، أن كل شيء يدور حول الأرض، كهذه 4 أقمار قاعد تدور حول منه؟ حول المشتري. إذن نظريتكم أنتم ورأيكم غلط، وهذا بعد بالعين مو كلام واحد يقوله. والزهرة هذه قاعد تدور ويصير لها دورة تثبت أنها شنو؟ أن الشمس مركز مو الأرض. والقمر في جبال، انتوا قاعدين مثالية كلش كروية. اذا هذه صارت معركة وصار احتدام وطولت المسألة وايد، ودخل في محاكمة وصارت عليه اقامة جبرية. طبعا مات جاليليو، ولد نيوتن. يوم او سنة موت جاليليو هي سنة اللي ولدها نيوتن. طبعاً نيوتن يعتبر من أكبر عبقريات البشر اليوم على الأرض، ما في شك. أي واحد درس فيزياء ورياضيات هذا يدري ليش العبقرية موجودة في الإنسان هذا. شو اللي صار في عهده؟ أن في وقته أو أهوة أول واحد يحط قانون، يضع قانون. يعني أنا أقدر أقول أن هذا أكبر، هذا الجسم هذا يجذب هالجسم جسم، لكن أحط قانون أحسب إيش كثر الجذب، هذا ما حد سواها قبل. فهو طلع بقانون الجاذبية، إنك تحسب القوى الموجودة، تتنبأ بحركات الأجسام، تتنبأ بمذنب هالي، كلها بناء على قوانين نيوتن، وتطلع مضبوطة من 100% بالملي. هذا التفكير نيوتن كان إنسان مؤمن. شوف النتائج اللي صارت، هو إنسان ما عنده اعتراض لا بين العلم ولا الدين، بالعكس كان هو يتحدى الملحدين وعنده مشاكل معهم أو مشكلة على الأقل مع واحد منهم وكذا. لكن في نفس الوقت لما ترك هالفكرة هذه، بعدين القرون اللي بعدين جت قالوا نيوتن اكتشف قانون حق الكون يصلح،
ماكو قانون يصلح حق مجتمع، ماكو قانون يصلح حق إنسان، ماكو قانون يصلح حق المجتمع سياسة. ها فتح باب تفكير في شنو؟ في أن في قانون يحكم. إحنا كمفكرين في الغرب نبي نحط قوانين. وين قوانين؟ قوانين الحكم وين؟ قوانين المجتمع وين؟ قوانين التصرفات بالمال وين؟ فتح التفكير على هذا، وصارت النظرة إلى الكون أن عبارة عن آلة ضخمة، مثل ساعة ضخمة تشتغل وخلاص. بالنسبة لنيوتن الساعة تشتغل صح، لكن أكو لها خالق. لما تطورت المسألة قالوا لا يا أخي، ساعة تشتغل وانتهى، إيش حاجة واحد خالق مدام ساعة لا تشتغل، والكون موجود على طول وثابت ومستقر. فإذا الكون شنو؟ كون موجود أزلي ميكانيكي آلي دقيق، وهو يشتغل بنفسه وسموه الطبيعة. بعدين صارت القرن الثامن عشر جت هالمسألة هذه، بعدين تأثر في كانت. شوف كانت في 1700 حتى قالوا لولا نيوتن لم يكن كانت. شوف تأثير العلمي يأثر على الفلسفة العقلية، ينتج فلسفة عقلية، ينتج تأثير في أوروبا، يؤدي إلى تباعد كبير بينهم. طبعا الآن هي قاعد، أنا قلت لكم التاريخ العلمي هذا، لكن قبلها أكو شنو؟ أكو ثورة صناعية، أكو كشوفات جغرافية، أكو ناس تبي بحث أكثر، أكو نشاط أكثر، يبون علم. الحين صار شوي شوي مو مهم الكنيسة، أنا عندي ذهب موجود في أمريكا وراح تشبه، يقول لي ماكو ولا ماكو، ايش عليه منه انا؟ بدا شنو يصير؟ هذا السيطره هذه خفت، بدت الناس توخر، وصارت كشوفات، والدول قامت. يعني مثلا في عصر اليزابيث حوالي 1600-1580 قفزت انجلترا قفزه نوعيه، وتوسعت في التجاره بشكل مو طبيعي. لو كانت متقيده في البابا ما بابا كانت للحين منغلقه على نفسها. كافي ان البابا يقول لك من بعد البحر هذا ما بي شيء، لان في بحر الظلمات ما في بشر، والناس يروحون يشوفون اكو بشر، شلون كذي؟ يخالف كل الكلام اللي قاعد يقولونه. كل مالهم شنو؟ كل مال العلم يشوف انه اوه الكنيسه غلطانه، العلم صح، الكنيسه غلطانه، العلم صح، كنيسه. شو يصير؟ شيء طبيعي الناس تفقد الثقه في كل كنيسه، حتى لو يتكلمون صدق بعد ما حيجير لهم مال. انتهى. مهما يتكلمون بعد حتى لو يقولون كلام صحيح 100% الناس تقول يا معلم انت ثبت انك شفت. لابلاس سنة 1800، الان في القرن الثامن عشر، احنا شوف النتيجة. يقول كتب كتاب، نابليون شاف الكتاب هذا، لما قرأ قال انا ما اشوف كلمة بالكتاب ان في خالق لهذا. قال لا، فرضية ما نبيها، هذه ما في داعي لها. ايش حتى فرضية؟ الجهاز الآلة تشتغل من أدق ما يمكن وهي ماشية، فما في داعي لهالفرضية. شوف فرضية، فرضية يعني مجرد فرضية أن أكو ماكو. شوف الآن شوف شلون التحدي، أو شوف الحدة وين صارت، باسم شنو؟ هالكلام اللي قاعد يقوله باسم شو يقوله؟ وهو مطمئن مستند على أنه قاعد يتكلم بأساس علمي. علميا كلامه صحيح، الكون قاعد يشتغل بدقة، لكن انت من وين جبت فرضيه انه ماكو؟ هذا هو السؤال. ايضا مره ثانيه دخلنا، هل العلم يقدر يقول اي او لا؟ بس هو قالها وخلص، بس ما له حق، على الاقل يقول انا ما ادري، هذا اقل شيء. وصلت الفكره شوي شوي، قالوا اصلا احنا ما نحتاج دين، الفلسفه تحل لنا المشاكل الفكرية، والعلم يحل لنا مشاكل في الطبيعة، والتكنولوجيا الموجودة عندنا قاعد تطور حياتنا، مش حاجة دين أصلا. فايش صار الحين؟ أنت الحين أنا أتصورها مثل شنو؟ بالضبط مثل البندول. كان في عهد الكنيسة ماخذ آخر حد، الحين من كثر ما صارت فعل وصل الطرف الثاني، إلحاد محض إلحاد، رفض لكل الدين باسم العلم. هني رفض العلم باسم الدين، هني رفض الدين باسم العلم. أي سنة؟ أنا قاعد أتكلم حتى القرن الثامن عشر، بالذات القرن الثامن عشر،
ويجد الإنسان أقصى حد في الإلحاد القرن 19، هذا بعد يوصل البيك مثل ما يقولون أقصى حد. القرن 19 شوف شنو فيه، لأن من كثر ما الإلحاد قوي فجاء انتبهوا على البقول الحين، لأن هذه نقاط مهمة نعتمد عليها. الفيزياء الكلاسيكية وصلت إلى أوجها، كل الاكتشافات، وأكد كلمة كلاسيكية، كل الاكتشافات في الفيزياء الفلكية حددت وحسمت إلى درجة كان في عالم كبير طبعا هو في شبابه بيروح يدرس الفيزياء اسمه بلانك، يقول له شحكي بتروح تدرس فيزياء أصلا، كل القوانين تشفوها، كل الأمور صافها، يعني كل اللي بتسوي أنت بتروح شنو دقق أكثر، بدل ما تقيس قياس السرعة 50 متر ونص بتقيسها 50 متر و25 يعني إضافة فيجرز، يعني كم شنو يعني واحد يروح يبحث في الفيزياء مرة ثانية. خلاص وصلنا إلى آخر حد. الكيمياء والله حطوا جدول مندليف، رتبوا العناصر من أحسن ما يمكن. خلاص إذا إحنا عرفنا عناصر الكون، عرفنا الفيزياء من كل ناحية، وهذا الكون عرفناه، كل المواد عرفناها. بالنسبة للحياة، حياة نظرية داروين تفسر لنا الحياة واضحة، تطور ماشي والخلية والحيوانات، يعني عرفنا الحياة، عرفنا الكيمياء، عرفنا الفيزياء والتكنولوجيا المتطورة عندنا والكشوفات والاستعمار. إذا شنو نبي أكثر؟ بس خلاص هذا وصلنا إلى القمة، هذه الحضارة القوية الموجودة الآن. إذا شنو صار؟ صار أن المادة الحين وصلت إلى حد هذا، الطبيعة بدل الله، المادة بغيرها ماكو، الفلسفة بدالها الوحي، والعلم يحل إشكال كل شيء بالطبيعة، ما في داعي بقى تقول والله إن هذا لا المرهم والعلاج والطب هو الصح. طبعا احنا أيدها النواحي كثيرة. هني أكو إدينغتون، خوش كلمة عنده، مع أنه هو ملحد بس الكلمة هذه عجبتني، هو إنسان ملحد لكن شي يقول، يقول أن طريقة صيدنا تحدد ما نصطاد. شنو معناها؟ هو يقولها مو أنا، يقول لو جبت شبك حلقتها 5 سنتي راح ما راح تصيد سمك أصغر، لأن السمك الصغير راح يفلت منك. جبت حلقة أكبر راح تصيد سمك اللي أصغر من الحلقة هذه. فأنت شنو ناوي تصيد؟ تستعمل الشبك اللي قده. فهذا معناه شنو؟ أنت تفكر دي بعد ما تخلي شبك أكبر، خلاص هذا حدك، أنت قررت، لذلك لن تصل لما غيره، أنت حددت نفسك بنفسك. لذلك أنا دائما أقولها، اللي يفكر تفكير مادي محض أعتبره إنسان سجن نفسه بنفسه في إطار، كنا حاط نفسه في غرفة من الستيل ما يشوف بره. اللي فتح مخه على الأقل الاحتمال أن في غير مادي، هذا ممكن يتعلم شيء ثاني. أنا ما أقول مجبور تسوي هالشيء هذا، لكن أعطي مجال حق احتمال شيء. الحين وصلنا إلى الرأي التالي، شوف شوف الإنسان اللي يصير فيه. الحين وصلنا إلى الحد هذا، شو صار؟ يقول احنا كنا نعتقد ان احنا بشر وايد مستوانا زين، تبين من داروين ان احنا حيوانات. هذا واحد، وقبل كانوا ناس عايشين بعزتهم حسب يعني تفكيرهم، الان يا داروين ثبت علميا في نظرهم ان احنا حيوانات. هذا واحد. بعدين شنو؟ احنا كانت عندنا مكانة في مركز الكون. يا كوبرنيكوس قال لا مو مركز الكون، يعني احنا ناس مو مهمين، شنو يعني كرة ارضية في مكان وانت عايش عليها ولا لك قيمة؟ هاي اثنين، هاي ضربتين. انا قمت اهتم، انا قمت اشوف فقدت قيمتي. بعدين شنو صاير؟ شلون انا موجدت في الحياة؟ لها شوية تراب شوية صدفة صرت انت هم طلعت انسان. الله يعني اصلي صدفة وموجود في مكان ما لي قيمة، وانا اصير جزء من الحيوانات ولما اموت ماكو شيء. الله شنو هاي الصور المظلمة هذه؟ هذا العلم وصلني لهني؟ هاي نهاية العلم؟ صار ها لا صار في رد فعل.
لكن احنا الحين خلصنا القرن التاسع عشر، كل الافكار اللي قلت لكم اياها القرن التاسع عشر. عشان كذي اذا سمعتوا واحد يا متفلسف باسم العلم ضد الدين، انا انظر لإنسان هذا من القرن التاسع عشر مو اكثر، اعتبره انسان متخلف. واعطيكم الحين دليل على كلامي. الحين دخلنا القرن العشرين، ماكو شيء ضد، ماكو شيء من الدين ترى الان، فقط علم بتكلم عنه، ماكو شيء ثاني غير العلم. 1916 بداية القرن العشرين، عفوا 1905 بداية القرن العشرين النظرية النسبية الخاصة، 1916 النظرية النسبية العامة، نظرتين هزوا العلم كله. شلون هزوا العلم كله؟ الفضاء اللي كان مطلق والسرعة اللي كانت مطلقة والزمن اللي كان مطلق كله تغير. هذا واحد. الكون اللي كان مستقر، الكون اللي كان مثل آلة ضخمة، لا تهزت. الصورة تغيرت الآن، لا يا من الدين ولا من الفلاسفة ولا من ناس تانيين ولا من أفكار أخرى يا لا، نفس هذا أبحاث علمية انصدموا بهذا الشيء، شافوا أمامهم لا شيء ثاني صار. شنو أدى إلى هذا؟ أدى إلى أن لما وصلنا إلى أن علم الكون دخلنا فيه، صار إثبات للانفجار العظيم، صار أن للكون أمر، صار للبداية. كل هالمدة، كل هالسنوات، كل هالمئات السنين، الإلحاد كان مبني على أساس قوي بالنسبة لهم، إن شنو؟ إن الكون أزلي وأنت جاي بالصدفة. الحين تيجي تقول لي الكون أزلي؟ حتى أينشتاين نفسه اللي بدأ الفكرة رفضها، حتى هو نفسه قال مو معقول الكون مو أزلي، ما نحب إحنا يكون مو كون أزلي، ما نرضى بهذا، نرفضه، نحب يكون كون أزلي، لأنه إرث تاريخي في العلم هذا. شلون أي أقول كون مو أزلي؟ الحين هذا كلام أينشتاين خلص، انقله حق كلام ثاني، يقول هالمدة هذه الأديان قاعد يقولون حقنا أن الكون له بداية، إحنا كله قاعد نحاربهم. الحين تبين كلامهم صحيح؟ ما يقبلونها حتى علميا ثابت وقابلين فيها علميا، لأن ما يدين ينفرها. لكن هو يقول بعضهم، أنا قاري لهم، يقول نفسيا ما احنا راضين، ما احنا راضين أن يكون للكون بداية، ما نقبلها. قاعد يتحايل أنه يحصل طريقة يطلع من المأزق هذا. زين، الضربة ثانية يتبع الأكبر، من وين؟ من فيزياء الكم. متى؟ سنة 1920-1930، في هالفترة هذه ناس مخلصين علماء فعلا أفذاذ طرحوا نظرة ثانية للمادة. أصلا النظرة المادية اللي قبل هاي مادة نلمسها ونشوفها تغيرت، صار شيء اسمه مادة وطاقة ومادة وموجة. الموجة مادة ولا المادة موجة؟ لا، هذول وجهين لعملة واحدة. وين العملة؟ وين المادة اللي قاعد أتكلم عنها؟ الصورة ضاعت والله، يعني في شيء ثاني. وصلت لدرجة أن بعضهم قال لا، المادة اشتقت من العقل، أو قام يصير نوع من التداخل. العقل شيء مجرد، شلون تتكلم عنه؟ وهذا المادة، لأن المعادلات والتعامل مع الموضوع هذا اللي واحد يبيه بروح بحث خاص، تبين المسألة وايد واسعة وكبيرة، مو بهالسهولة تقول والله لا هذا شيء مادي بسيط. هاي المادة، مادة يلا اعرفها، اتحدى اي واحد يعرف المادة، يلا الحين يلا لا الحين ما يعرف. واللي صار بعدين، دائرة المعارف البريطانية، انقل لكم منها جملة تشير صراحة بالقول أنه يميل العلم المعاصر إلى الابتعاد عن المذهبي المادية والميكانيكية. الميكانيكية اللي هي شنو؟ الكون عقرب، والمادية اللي هي طبعا يكون مادي محض هذا.
الدراسات المعارف البريطانية والاقتراب من الاعتراف بغير العوامل الميكانيكية في ظواهر الطبيعة. أكو شيء ثاني على قولتهم هم نفس الفيزياء يتكلمون يقولون نبي نعرف ديب داخل أصل نرجع للأصل هذا وين الأصل يطلع من هذا كله؟ أصل اللي يحرك الموضوع شنو؟ إحنا نبي نعرف بغير العوامل الميكانيكية في ظواهر طبيعية حتى الظواهر فيزيائية. ومن الجدير بالذكر أن التفسير الروحي لظواهر الطبيعة لم يشغل الحضارة ساحة الحضارة اليونانية. طبعا الجملة الأخيرة مني أنا مو من الموسوعة البريطانية. زين ضربة أخرى اللي هو لما استقر علم الكون، هذا كانت بداية في الانفجار العظيم. حوالي 25 سنة بدأ علم الكون يصير علم. قبل كان مجرد تخمينات شوية معلومات، الآن علم ودقيق، دخل في الدقة القياس الدقيق. لذلك عمر الكون يحسب 13800 مليون زائد ناقص 100 مليون، يعني نسبة الخطأ 100 مليون إلى 13، فصارت دقة. مجموع المادة في الكون يساوي 10 أوس كذا كذا أتم ذرة، نسبة المادة إلى المادة المظلمة كذا، قامت تطلع نسب، قامت تطلع حسابات، قامت تطلع قياسات. قبل كم سنة، 30 سنة قبل أو أكثر، كل النجوم اللي يعرفها الإنسان مليون نجمة، الآن كم؟ 100 تريليون نجمة. شوف ايش كثر الفرق صار بمعرفة الكون. أكيد هذا راح يخليك تفكر، تعال شنو كنا احنا؟ ايش ننظر؟ وين في الكون هذا؟ التفكير يتغير، كل ما العلم يوسع عندك يتغير. أنا والله أذكر الجملة هذه من بيكون وايد حلوة، يقول قليلا من العلم يؤدي إلى الإلحاد، وكثير قليل من الفلسفة أعتقد يؤدي إلى الإلحاد، وكثيره يؤدي إلى الإيمان. الحين صار كثير، في القرن 19 كان قليل. بروفيسور بريماك من المختصين، صار له 30 سنة في تخصص علم الكونيات، عنده جملة أنا أنقلها لكم نقل، مو مترجمة مني أنا، مترجمة من دكتور نضال. يقول كان الإنسان والأرض في علم الكون القديم يعتبران مركزا للكون. كنا إحنا نعتبر في النظريات السابقة مركز للكون. من أي ناحية؟ من الناحية المادية الفيزيائية في تصورهم أهمة. لكن يمكننا اليوم وبطريقة مجازية أن نبني صورة كبيرة لعلم الكونيات الحديث، حيث تجد الإنسانية نفسها ذات أهمية مركزية في الكون، لكن بطريقة أخرى. شلون؟ واحد، نحن مصنوعون من أندر العناصر، 5% من المادة في الكون هي العناصر هذه، 95% غير، فأنت مخلوق من عنصر نادر أو من عناصر نادرة. اثنين، نتمتع بأحجام تعتبر في وسط الامتداد الكلي للأجرام. حقيقة هذا التصور ما أدري شلون تعرفونه الحين، بس أبيك تنتبه معي. لو قلنا هذا هو المجال للقياس، فهذا يعتبر جزء من داخل الذرة، وهذا يعتبر الكون كله. فمقياس كبرى صار من جدا صغير، بالرياضيات نقول 10^34 إلى جدا كبير، قاعد أتكلم عن 10^25 متر. هو يقول أن إحنا جايين بالوسط بين لا صغير جدا جدا ولا كبير جدا جدا، وهو يقيم التقييم هذا. نحن نعيش في نقطة وسيطة من عمر الكوكب والشمس. حقيقة هذه لفتة جدا مهمة. العمر الكوكب له عمر افتراضي يخلص، الشمس تخلص،
احنا جايين في الوقت المناسب. لو جايين قبل حياتنا مستقرة للحين اصلا مستحيل نجي. بعد يكون الشمس عمرها خلص. فاحنا جايين بالضبط في الوقت المناسب. لذلك وش يقول؟ يقول اهميتنا من هالناحية هذه مو اهميتنا ان احنا كنا في مركز الكون والمسيح موجود وموجود الى اخره. ايضا يقول هو على الانسان على ان الانسان يؤمن بالله بالطريقه التي يفهم فيها الله. شلون تفهم فيها الله؟ تؤمن فيه. ويؤكد ان اهميه ان يكون تصورنا وايماننا بالله مرتبطا بكل الاحجام من الذري الى الكون. يعني انت يجب ان يكون عندك تصور الخلق وانت وين فيه من الذري الى الكون. لا تتعامل معاملة يوميات البشر هذه، تنسى قيمتك وتنسى وجودك. لكن لما هذا التصور يكون عندك شوف ان تعال انا وين جيت، في اي خلق جاي انا. ويخلص المفكر للقول، شوف هاي التعبير، ان الها منفصلا عن هذا الكون المدهش الذي يكتشفه العلم سيكون من صنع الخيال. معناها الإله هو جاي هو بطريقته أنك تعرفه عن طريق العلم. وإن إلها يبرز من فهمنا العلمي ليس إلها من صنعنا. احنا بعد ما تخيلنا كشفنا ولا أوه شو العظمة شو الدقة، إذا إله دقيق، إذا إله عظيم، إذا نعرفه من هالشيء ما نتخيله مو على كيفنا، مثل إله البحر وإله البرق وإله هذا، لا جاي عن طريق علمي دقيق نستنتج. وإن إلها يبرز من فهمنا العلمي ليس إلها من صنعنا. فإله كهذا يكون أعمق بكثير من الخيال البشري ويتحدث بطريقة ما نيابة عن القول. أكو مرة قاعد أسمع محاضرة حق دكتور وايد يكتب كتب فيزياء، شو يقول؟ فقير والله أنا رثيت حق حاله وأكبر في عيني. هو قاعد يتكلم عن الكون ودقته، رجل يعني رجل في محله. بعدين شو يقول؟ هذا الإله لو كان فيه ما لازم يبعث لنا رسالة يقول لنا موجود، يجيب لنا شيء يتكلم معنا، شلون نعرفه إحنا؟ قلت وقفت أمامه قلت بعد أنت عليك التعليق من نفسك تفكر بها. أسئلة تسأل الآن من قبل الفيزيائيين، أنا قاعد أتكلم عن خلال 4-5 سنوات الماضية مو أكثر. السؤال، لماذا الكون منظم؟ لماذا منظم؟ اثنين، لماذا توجد قوانين؟ طبعا قوانينك، لا بس ليش توجد؟ اللي أكثر من هذا، لماذا يخضع الكون من ذرته إلى مجرته للقوانين؟ شو اللي يخلي المادة تخضع لقانون؟ شنو اللي خلاه؟ أعطوني سبب مقنع يخلي هذا يتقيد بقانون. خلي واحد كل واحد يفكر، شو اللي يخلي هذا يتقيد بقانون؟ والله قلت إذا هذا إنسان عاقل قلت له قانون يقول لا تروح وتقيد فيه، له معنى. مادة صماء جامدة تتقيد بالقانون بكل لحظة. والله تذكرت يقول قالت على الشمس والأرض أو السماء والأرض ائتوا كارهين أو مكرهين أو طائعين، قالت شنو؟ أتينا طائعين. أنا فهمتها بهذا الشكل، كيفك أنت كل واحد فهمها طبعا أو كارهين، بس قصدي المهم أنه صارت شنو؟ أن السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. أنا أفسره أن ليش أكو قانون هذا قاعد يمشي عليه، هذا وايد مهم. على قولة واحد يقول انت تشعل شعلة شبريت يطلع منها ضوء والمجرة تبعث ضوء، نفس السرعة للمجرة يطلع منها ضوء هو نفس هذا الشبريت اللي يطلع ضوء سرعته. شلون صار؟ من رتب الترتيب الدقيق هذا؟ ما راح أطول عليكم بعد خاف اسمه طولنا. شوف اللي صار بعد أكثر من هذا،
نفس هالغرب هذا، طبعا ما اتكلم عن الغرب اللي قاعد في البارات والشباب هذا، لا ما هذولي تبع هذولي ما عليهم. انا قاعد اتكلم عن المفكرين الغربيين اللي شافوا روحهم تعال احنا علم 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 عقل 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 عقل، صرنا قمنا نأله العلم. هذا قام يأله الكنيسة، كل ما يقول كنيسة يقول حاضر، احنا نقول كل ما قال علم قلنا حاضر. تعال احنا قمنا نأله هذولي، وقعنا في نفس الخطأ، وهذا ما يحل كل مشكلة. مثال واحد، انا بعد يا علم وين بروح؟ ايش حق انا جيت في الدنيا؟ ماكو جواب. زين من اسال؟ من اسال؟ اعطوني حل، يلا حلوا لي المشكله هذه. انا جاي في هالدنيا هذه جاي مو عن كيفي، بموت مو عن كيفي، عايش مو بالطريقه اللي انا ابي، وغصبا علي بموت، وغصبا علي ببعث. مثل ما مت ابعث، فيك خير عارض. يقول بول ديفيس من الفيزيائيين الكبار هالمؤلفين: لقد كنت أسأل زملائي الفيزيائيين لماذا قوانين الكون هي كما هي؟ ليش القوانين مثل ما هي الحين هي؟ يعني ليش واي مثلا قانون F يساوي كذا كذا كذا؟ ليش؟ يقول يجابوني هذا سؤال غير علمي، أو لا أحد يعرف الجواب. بالمناسبة بول ديفيس عنده أسئلة من هالنوعيات جدا عميق، إنسان عميق يعني في تفكيره، وصل مرحلة أجنوستيك يعني لا هو مؤمن ولا مؤمن ما عندنا كل هذا. والجواب المفضل هو: لا يوجد سبب أن تكون القوانين كما هي، هي هكذا لا تسيت مثل ما يقولون. بس شلون صارت؟ ثم يقول: على الرغم من أن العلماء كانوا يتغاضون عن مثل هذه الأسئلة التي لها علاقة بأصل هذه القوانين. فعلا لما تقول لي قانون ألف يساوي باء، هذا لا أصل ولا ما له أصل؟ من وين أصله؟ ولا بس ألف وباء خلاص؟ كيفنا احنا على كيفنا؟ احنا كلنا نسويه كبشر اللي العلماء يشتغلون يبحث اها بالنهاية وصل لي قانون، الحمد لله اكتشفت قانون. زين بس هذا اصله وين؟ منو حطه بهالترتيب؟ سؤال اخر يقول: ليس مهما ان توجد قوانين في الطبيعه، ولكن السؤال اصلا لماذا الطبيعه تسير على هذه القوانين؟ هذا هو السؤال. اختمها بان اقول لكم ان الغرب وصل الى مرحله انه قام يعمل مؤسسات علميه دينيه. تصوروا الغرب مؤسسة علمية دينية، وين أبناء القرن التاسع عشان يطلعون الحين يشوفون أنفسهم كانوا واصلين التوب، الحين قاعد يشوفون مؤسسة علمية دينية تعطي جوائز للي يسوون أبحاث في العلاقة بين العلم والدين. تصوروا، وأعطوا إلى الآن 30 واحد تقريبا منهم بول ديفيس 800,000 دينار 800,000 جنيه الجائزة تعميم. وين في هذا؟ في بريطانيا. هل بريطانيا وحدها؟ لا، في أمريكا بعد أكو مؤسسة اسمها تيمبلتون. نعم، جائزة مثلا يبحث شنو العلاقة بين العلم والدين في نواحي معينة، شنو التطور اللي يصير. من الأسئلة اللي سألوها مثلا يقول احنا، هذا تيمبلتون نفسه قبل كم سنوات يقول الإنسان كإنسان إيش كثر بحث في الإلكترونيات؟ إيش كثر؟ وايد بحث، ولما بحث حصل مردود. يا ترى إحنا لو بحثنا في الروحانيات ما نحصل؟ فكرنا نحط بحوثنا في هالناحية على الأقل؟ ابحث على الأقل، ابحث لعله وعسى. يقول معرفة الله إحنا بحثنا فيها ولا كل شيء تقليدي؟ المسيحي على 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 وقت، مسلم على راحته، اليهودي على قد. ما قعدنا نفكر تعال في عصر العلم ما في احتمال ان ننشئ نفسنا نفكر طريقه ثانيه، نعرف الله بطريقه ثانيه. مثل ما قال ابراهيمك: تعرف الله عن طريق العلم. هذه معرفه شلون قيمه تصير؟
اللي عرف الله بطريق العلم تعتقد يتنازل؟ ما يتنازل، ما ينخدع بسهولة بالترهات هذه. فالمؤسسة هذه تيمبلتون تأسست سنة 1972 بواسطة السير جون تيمبلتون، وتنح الجوائز إلى آخره. بعدين في مؤسسة الحاصلون على الجوائز هذه، خل أقول لكم من اللي حصل مهم هذا. جون بارو، الدكتور بارو في سنة 2006 حصل على الجائزة هذه. السبب كتب كتاب وهو مع غيره، والكتاب عندي، يتكلم عن الدقة والتصميم الدقيق في الكون، في الناحية البيولوجية، الناحية الكيميائية، الناحية الفيزيائية، وناحية الكون، في كل هالعلوم. يعني كتاب حوالي 400-500 صفحة. لما كتبوه أعطي جائزة على هذا، مثل ما تفضل محمود على هالسؤال، خوش سؤال، إن هذا كان نوع من الجهد اللي بذله دكتور بالفيزياء، هو تكلم عن هالشيء. وفي تأسيس مؤسسة ثانية تأسست في كاليفورنيا سنة 81، بس خليني أقول لكم تاريخ المؤسسة، هذا ما نبيها الحين. بس مدير المنظمة شنو قال الكلام، خل أقولها وأنهيها تقريبا. يقول: الكون أعقد ما يمكن للعلم أو الدين من إفشاء إسراره، جدا كلام معقد، وإلحاح الإنسان والبيئة الطبيعية تتطلب تفاعلا أمينا بين المكتشفات في الطبيعة والتفويض الذي أعطي لنا من خلال التكنولوجيا. لا نريد الدخول في مأزق القرون الماضية في الصراع بين العلم والدين، لا نريد هذا مرة ثانية. كانت غلطة وراحت، ما قال غلطة، أنا قاعد أقول كانت غلطة أو فترة وانتهت، لأن هذا الصراع سوف يترك الكون بلا خالق، والدين بلا عالم. وعندما يحدث هذا فإن ثقافتنا تتوق إلى الجانب الروحي، والذي افتقدنا مصادره. إننا لا نسمح بأن يكون العلم والدين خصمان. لقد حان الوقت لخلق تفاعل جديد بين اللاهوت والعلم، التفاعل الذي يحترم سلامة كل من الطرفين، اللاهوت والعلم، وهذا هو هدف مركزنا. أختمها إلى كلمة من باسكال. باسكال عالم رياضي مفكر ديني، وهو فرنسي من القرن 17، يقول: صنفان من الناس يستحقان الاحترام، قوم عرفوا الله فهم يعبدونه، وآخرون لم يعرفوه فهم يبحثون عنه. والحمد لله.